كبار كردستان إقليما مستقلا ضمن عراق فيدرالي. في لندن وبينما أطراف المعارضة غارقون فيما عرف بحرب النسب، كانت شخصية رجل الأعمال الأمريكي الجنسية أحمد التشلبي قد انفردت بالأضواء ليمضي لاعبا دور العراب المنقذ والثري المتنفذ ما بين لندن وطهران وواشنطن، متنقلا بالمعارضة العراقية بين فندق وآخر. حضر الاجتماع هذا الدكتور أحمد شلبي، سيد بحر العلوم، وهاني الفكيكي، وتوصلوا إلى صيغة أولية للدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عراقي عام. أن يوقع الدعوة أديب الجادر والسيد بحر العلوم ومسعود البرزاني، لكن في اللحظة الأخيرة جرى التفاف حول هذه القضية وقيل ضرورة أخذ رأي سيد باقر الحكيم وأن هناك وفدا سيطير إلى طهران لأخذ رأي سيد باقر الحكيم. أحمد شلبي عندما لم يجد استجابة منا إلا على ثوابتنا، وهذه غير ممكنة، لا أمريكا تقبلها ولا نحن نقبل بخلافها، ذهب إلى التعامل مع المجلس الأعلى والسيد الحكيم شخصيا، وهذا طبعا مع بعده مع إيران، لأن إيران إذا كانت تبحث عن نقاط للقاء مع الأمريكان والحوار معهم على الطريقة المعهودة. دعني أقول لك، يعني هناك علاقة خاصة كانت يعني ما بين التشلبي وما بين سيد باقر الحكيم، وأكيد يعني هناك أيضا تسهيلات يعني تترتب من خلال علاقة سياسية مع إيران. إيران لاعب مهم بالوضع الإقليمي في المعارضة كان، ولذلك هاني كان يشجع أيضا للسفر إلى إيران إضافة إلى السيد بحر العلوم. لا يستطيعون أن يتجاوزوا أنذاك المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة السيد باقر الحكيم، وبالطبع من خلفه لا يستطيعون أن يتجاوزون اللاعب الإيراني. هذا الموضوع كان ينبه عليه دائما، وكثير من اخواننا ورفاقنا والقوى الوطنيه تنبه عليه وتشتم، لكنه كان الموضوع ماشي بهذا المخطط، وامريكا كانت تستمع لهم كاداه تنفيذيه، لان لا يمكن ان يدخل الاحتلال الى العراق بدون دليل، بدون نقدر نقول عملاء او وسطاء او ادلاء. فبالنسبه لهذه الحالة جهزت كونترا جديدة، هذه ليست لها قوى، ليست لها أرجل، ليست لها، كانت هناك عاطفة، هذه العاطفة المظلومية والعنصرية إلى آخره. انقسمت المعارضة العراقية إلى تيارين واضحين، تيار يريد إنقاذ العراق ويريد تغيير الدكتاتورية ويريد إعادة بناء مؤسسة سياسية داخل العراق تعتمد على المفاهيم العصرية الحديثة التي سادت في العالم كله. تيار آخر كان يريد أن يستعين بالقوى الأجنبية على احتلال العراق، على تدمير مؤسسة قائمة، وعلى تدمير الدكتاتورية، وهذا هو الذي حصل. كان رغبة المرحوم محمد باقر الحكيم هو يحضر اجتماع مهم في نيويورك، لكنه ما شفنا بعض ضغوطات وتوضيحات، راح عبد العزيز الحكيم، يعني مصرين على العلاقة، مصرين على الحل بهذا الاتجاه. وأحد اللقاءات حدثني أحد أخواننا الأعزاء اللي أنا أثق فيه وكان حاضر الاجتماع، يقول قاد الاجتماع رامسفيلد، فيصفن ويتجه بالكلام إلى عبد العزيز الحكيم ويسأله، يقول له لو دخلنا بغداد راح يستقبلونا؟ يقول له يستقبلوك بالتحيات ولا توجد مقاومة. قال لي صديقي، عادها عليه مرتين وهو وجهه يتسم بالوجوم. بمرور الوقت بدأت الحالة تميل إلى بالانتقال النفسي والأديولوجي والعقائدي إلى الرضا بالمشروع الاحتلال وإلى الاندماج به، بل وإلى التسابق لطلب النصرة منه والإعانات،
وهذا الذي أدى للاصطفافات الأخيرة. لم يبقى معنا في هذا الموقف إلا صفوا من الناس. أنا أقول لهم إذا كان لابد من التفسيرات التاريخية والشيعية فإن الذين بقوا مع الحسين كانوا 72 شخصا فقط. وهكذا جرى استسهال بعض الأمور لدرجة وجد البعض نفسه غارقا حتى أذنيه، وطويت شعارات الوطنية والاشتراكية والشيطان الأكبر والبناء الديمقراطي، طويت كلها وأصبحنا تحت خيمة بريمر. كلهم رحلوا مع الأسف عن الثوابت اللي اتفقنا عليها على المشروع الوطني وثوابته والإرادة الوطنية، كلهم مستعجلون لشيء مجهول. يعني أحدهم رحمة الله كان يقول، وهذا ليس سر، السيد محمد باقر الحكمان يقول نحن لا يمكن أن نسقط النظام إلا بالتعاون مع قوة خارجية وبعدين ندخلها للعراق ونسقط النظام ومن ثم نعمل على طردها. هذا كلامه كان في الجلسات. أنا أحدى المرات قاعدة غداء سويا سمعت الكلام وكانت تجيني الابتسامة، يقول يعني حقيقة كنت أتألم لهذه البساطة في التفكير. بدأت الحرب، احتل العراق، دمرت مؤسساته، ثم بدأ جدل ما هو دور إيران في هذه العملية. منهم من ينفي نفي قاطع ويدافع عن الموقف الإيراني، ومنهم من يؤكد أن إيران ضالعة في هذا المشروع. وهكذا احتدم الصراع أيضا من جديد بين تيارين، إلى أن وقف مدير مكتب السيد خاتم وأعلن بلسان واضح وصريح أنه لولا الموقف الإيراني الإيجابي من موضوع الحرب لما تمكنت أمريكا أن تحتل العراق ولا أفغانستان. فإذا هناك تنسيق إيراني أمريكي حول ما جرى في أفغانستان وما جرى في العراق. هذا كان حقيقة يعني ثمرة مجهودات جرت من قبل المخابرات الأمريكية عن طريق أحمد الشلبي. هذا كان دور أحمد الشلبي. كثير من الملفات والعلاقات والارتباطات والخفايا التي صاحبت رحلة المعارضة العراقية على مدى 20 سنة مضت كان قد تكشف معظمها بعد احتلال العراق. ومع الحقائق تكشفت المسافة الحقيقية بين أن يكون المرء ناقدا ومعارضا نظريا وبين أن يكون تحت سطوة الحكم وشهوته. لم نكن نحن الذين طلبوا القوات المتعددة أن تأتي إلى العراق، ضعوها في حسابكم. لم نشترك في مؤتمر لندن ولا مؤتمر صلاح الدين ولا الناصرية ولا بغداد. النظام المقبور هو الذي تسبب بما تسبب. كنا مقاومة على طول الخط نرفض صدام حسين والحكم المقبور وكل هؤلاء الذين لا يدخلوا هذه القاعة بالعملية دي.